كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ عملتلكم بقى شوربة سي فود، انما ايه تحفة، والطعم زي بتاع بره واحلى كمان، ومعمول بقى بنظافة وانت اللي عاملاه بايدك. انا بصراحة نفسي جابتني ان انا اشرب شوربة سي فود، بس بعدت اشتري لقيت العلبة ب55 واحنا 5 افراد. قلت لا ان شاء الله عننا ما جبناها، انا اروح السوق واجيب الحاجة احسن واعملها انا بايديا، واعمل حلة كبيرة والبيت كله يشرب شوربة سي فود. رحت بقى السوق جبت علبة من اللي هي الجاهزة اللي هي السي فود اللي هي ب30 جنيه، وجبت عليها ربع كيلو جمبري ب40، وعملت احلى شوربة سي فود. ويلا بينا اقولك انا عملتها ازاي، عايزة تعرفي بقى الطريقة، تابعي الفيديو للاخر وشوفيني عملتها ازاي، وهتطلع معاكي احلى شوربة سي فود، واللي هيشربها مش هيصدق اللي انت اللي عاملاها. حطي اللايك ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه هجيب الحله بتاعتي على النار، احط فيها حته زبده كده ومعلقه ثوم مهروس كده، يعني 4 فصوص ثوم مهروسين، واشوحهم كده في الزبده، وهنزل عليهم بالكابوريا والجمبري بتاعي اللي انا غسلاه طبعا وشايله منه سلسله الظهر، ومعايا طبعا الصدفه بتاعتنا اللي هو بلح البحر. الحاجات دي الاول بتاخد تشويحه الاول. شلت بس انا الفاليه، لسه الفاليه مش هنزل بيه دلوقتي. اول حاجه الجمبري مع الكابوريا خدهم تشويحه هم وبلح البحر. كل الحاجات دي يا حبايبي بتبقى موجوده في علبه شوربه السي فود، بتبقى موجوده عند بتاع السمك، انا بس اللي زودت ربع كيلو جمبري. اخر حاجه بقى يا حبايبي هنزل بشويه كرفس كده، يعني عودين 3 كرفس كده مقرطفاهم عشان يدوا ريحه حلوه قوي قوي قوي. طريقه سهله ان شاء الله، ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. طبعا انا نزلت بصباع الكابوريا ده اللي هو الجاهز ده، ومعاه حته السمك الفليه اخر حاجه. واخر حاجه بقى يا حبايبي معلقه دقيق كده هرشها على الحاجات الجميله ديت، عشان معلقه الدقيق ديت هي اللي هتخلي الشوربه بتاعتي تقيله وهتبقى زي بره بالظبط. واخر حاجه كده بعد ما كل حاجه معايا اتشوحت هنزل بالكيلو اللبن بتاعي. معايا كيلو لبن كنت غالياه وشايلاه في الثلاجه من بالليل عشان ده هيديني دسامه، وهيبقى قريب قوي لطعم الكريمه، عشان طبعا احنا مش هنشتري كريمه ب50 جنيه ولا ب100 جنيه، طبعا هنحط كيلو لبن غالينه في الثلاجه من امبارح، وهنقعد نقلبها وخلاص. هما غلوتين يا حبايب قلبي، والشوربه معايا بقت جاهزه، والريحه بتاعتها جميله جميله جميله، احلى من بتاعت بره كمان، وارخص واضمن، وانت اللي عاملاها والبيت كله هيشرب شوربه سي فود بس ارخص من بره. يلا يا حبيبتي لو عجبتك الطريقه حطيلي اللايك، ولو لسه جديده معايا في القناه نوريني باشتراكك، ويا رب تكون الطريقه عجبتكم وسهله وبسيطه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم قوي قوي قوي. شايفين شكلها حلو ازاي ولا طعمها روعه؟ اتمنى تجربوها، ويا رب الطريقه تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.